السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتعرفنا في الفيديو اللي فات على الـ Entity Object وعلى الـ View Object. تعالى نعمل دلوقتي نشوف بقية الـ EDF Business Component. هنقول له Business Component، هنعمل Connection HR، هنشتغل على الـ XE، مفيش مشكلة خالص. عرفنا مع بعض الـ Entity وقلنا هي دي اللي بتماب الـ Table، تمام اوكي، ويكون فيها الـ Structure بتاع الـ Tables، تمام اوكي، اللي بخلالها بقدر أعمل عملية Insert و Delete و Update. اخترت الـ Country، الـ Department، الـ Employees، الـ Location، Next. بعد كده بيقول لي Entity Based View Object، يعني الـ View Object اللي هو يكون Based على Entity، فمن خلاله هقدر أعمل Insert و Delete و Update، لأن هو جاي من Entity، والـ Entity already من صفاتها إن أنت تقدر تعمل Insert و Delete و Update، فـ already تمام، هعمل لهم كلهم View Object. بتيجي الخطوة اللي بعد كده بيقول لي Query Based View Object، يعني ده هيكون جاي من Database Direct، يعني مش جاي من Entity. يعني معناها إيه؟ معناها إن أنا الـ Entity Based View Object من خلاله هقدر أعمل Insert و Delete و Update، تمام؟ ليه؟ لأن هو جاي من Entity، لكن ده مش جاي من Entity، فكده الخاصية بتاعت الـ Insert و Delete و Update مش هتكون موجودة، هيكون Read Only فقط، للقراية فقط. هخلي وليكم مثلا Job History. Next. بيقول لي بعد كده هعمل لك الكونتينر الـ Application Module اللي هو بيظهر عندي في الـ Data Control اللي بوزع منها على الشاشات. تمام، طبعا احنا فاكرين في المثال في الديمو اللي احنا عملناه قبل كده. فبيقول لي تحب اعمل لك ابلكيشن مديول؟ طبعا، لان انا من غيره اوريدي مش هقدر يكون عندي حاجه في الداتا كنترول وبعد كده اوزعها على الشاشات. تحب اعمل لك دايجرام؟ يا ريت. والدايجرام يكون فيه الانتيتي والاسوسيشن، وهنشرح يعني ايه اسوسيشن حالا. نيكست، فينيش. ظهر قدامي زي ما احنا شايفين اهو الدايجرام، قلت له وليكم مثلا 100%، فظهر فعلا الانتيتي اللي هي الامبلويز، الريليشن شيب ما بينها وما بين الديبارتمنت، الديبارتمنت الريليشن شيب اللي ما بينه وما بين اللوكيشن، اللوكيشن والريليشن شيب اللي ما بينه وما بين الكانترز، تمام. ولما هاجي هنا طبعا الداتا كنترول اهي ظهر قدامي فيها الابلكيشن مديول اللي انا قلت عليه، وكل العناصر اللي موجوده جوه الابلكيشن مديول، كل الفيوهات والفيو لينك، وهنشرح يعني ايه الفيو لينك حالا، اللي موجوده جوه الابلكيشن مديول. نبص بس كده مع بعض على الحاجه، الملفات اللي اترمت قدامي، الاكس ام ال فايل اللي اترمت قدامي، الانتيتي وعرفناها، والفيو وعرفناها، عندي يو اي فيو، تمام اوكي، وعندي فيو، بس في عندي كان فيو انا اخترته اللي هو الريد اونلي اللي هو خاص بالجوب هيستوري، فكنت هنقله في باكج مختلفة شوية. هنعمله هنا ريفاكتور موف واحطه في باكج مختلفة اسمها فيو، عشان يبقى الريد اونلي في باكج لوحده والابديتابل يكون في باكج لوحده. تعالوا نوضح بس الفرق الاول ما بين اليو اي فيو وريد اول فيو اوبجكت. لو جينا هنا عملنا ران، دي طبعا تيست كومبوننت بتوفرها لي الفريم ورك الخاصه بالاي دي اف عشان اقدر اعمل عمليه تيست للفيوهات اللي موجوده واشوف فعلا بتجيب داتا ولا لا.
لو لاحظنا هنا فعلا هي الكانتري فتحناها، ظهر قدامي هنا مجموعة الكانتري، الديبارتمنت موجودة قدامي، الامبلوي موجودة قدامي، واقدر اعمل انسيرت وديليت وابديت زي ما احنا عايزين. تمام، هقدر مثلا امسح حاجة، اغير حرف، اغير فاليو وهكذا. لكن لو جينا هنا عن جيب هيستوري كله زي ما احنا شايفين قراية فقط، مش قادر اكتب اي حاجة هنا ولا اعدل في اي حاجة ولا قادر امسح ولا قادر اضيف، كل الزراير هنا مقفولة قدامي زي ما احنا شايفين. لكن الناحية التانية لا، كله مفتوح قدامي، كل الترانساكشن مفتوح. ده الفرق ما بين الريد اونلي والايه والابديت. تعال تعالى بقى نوضح ايه فكرة الاسوسيشن اللي هو بيتكلم عنها، وايه هي فكرة الفيو لينك. ما هنرجع تاني للسلايد. بيتكلم معايا في الرسمة دي بيقول لي entity object and association. ايه بقى هي الاساسيشن؟ بيقول لي التابلز ما بينهم وبين بعضها في relationship، صح؟ تمام. طب انا هنا دلوقتي خدت فعلا object من التابلز دي، طب ال relationship اللي ما بينهم، الربط اللي ما بين التابل ده والتابل ده، ال employee دي شغال في قسم معين، تمام، ففي relationship بينهم منين؟ طب ال relation دي هتتنفذ عندي بحاجة اسمها ايه؟ بيقول لي اسمها association. يبقى ال association دي عبارة عن ال relationship between two entities. تمام، لو جينا هنا فعلا في المشروع بتاعنا هنلاقي هنا، لأن أنا حاطط ال suffix name سليمة، فهلاقي هنا في folder أو package اسمها association موجود فيها كل ال association. تعالى نشوف وليكن ال association اللي هي ال one to many دايما بتتقال كده، الاول ديتيل اللي هو الامبلوي ديبت اف كي اسوسيشن. لو فتحتها بيقول لي ده اسم الاسوسيشن، لو جيت هنا على ريليشن شيب بيقول لي الريليشن شيب عندك 1 تو ميني ما بين الديبارتمنت اي دي اللي موجود في الديبارتمنت اي او، وما بين الامبلويز اي او الديبارتمنت اي دي اللي موجود في الامبلويز اي او. تمام، يبقى الاسوسيشن دي عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن الريليشن شيب between two entities. تمام، اما ال relationship اللي موجودة ما بين ال فيوهات، يعني انا دلوقتي خلاص اوكي انا عرفت ان ال entity ما بينهم وبين بعضها في relationship، طب ما انا في فيوهات كمان مبنية عندي. لو جينا هنا على ال فيوهات ريدي، ال UI view ده عندي برضه في ال department وال employees في relationship ما بينهم على مستوى ال view، يبقى انا عندي relation على مستوى ال entity اسمها association. طب ال relation اللي ما بين ال view والتاني بيقول لي دي اسمها view link. لو ضغط نزلنا تحت كده هنلاقي حاجة اسمها view link او view link، بيقول لي وليكن مثلا نفس القصة embedded fk، هيقول لي ال relationship عبارة عن اللي انا باني الاسوسيشن دي الفيو لينك على الاسوسيشن اللي اسمها embedded association. تمام، يبقى الفيو لينك في الغالب بتكون مبنية على ايه؟ على الاسوسيشن اللي موجودة. طب الفيو لينك ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن الريليشن شيب between two views. تمام، بيقول لي طبعا زي ما احنا شايفين ان هي one to many، وما بين السورس عندي اللي هو ال embedded fk association دي موجودة فين؟ اهي دي based على ال department ID اللي موجودة في ال department EO و ال department ID اللي موجود في ال employee EO. يبقى اللي انا عايز اقوله باختصار شديد، اللي انا عندي tables في ما بينهم ومن بعض relationship، بتيجي عندي ال entity في ما بينهم ومن بعض association. ال association دي بتتجاب منين؟ بتتجاب من ال database. يبقى ال relation هنا بتنفذها هنا حاجة، بتمثلها هنا حاجة اسمها ايه؟ ال association. طيب الفيو والاخر عندي فيو اوبجكت، الفيو التاني ده بيكون في ما بينهم من بعض ريليشن اسمها فيو لينك. طبعا والحاجات دي هي اللي من خلالها بقدر اعمل الماستر ديتيل، يعني الفيو لينك ده هو اللي من خلاله بيجيب لي ماستر ديتيل. يعني تعالى كده نشوف، نرن التست، تعالى نسمي ده اي اسم مختلف عن الاسم اللي هو فيه، جنرال بدل ما هو اسمه embedded نسميه edept على طول. وهنسيب الكلام ده، سيف.
لو جينا هنا دلوقتي في الابليكيشن مديول بتاعنا، الداتا موديل، هنلاقي هنا حاجة اسمها edit. embedded f key بس نفس الاسم بتاعه. اوكي فعلا اتعاد تسميته وبقى اسمه اي ديبت، اهو بقى موجود اي ديبت اف كي. هننزل هنا نختاره اي ديبت، زي ما احنا شايفين كده بيقول لي ده النسخة اللي موجودة من الـ view link. هو هنا سماها embedded 4، تمام. دي جاية منين؟ من view link instance اسمه edept.fk. تمام، انا هنا هغير اسمه هسميه e4 على طول عشان تكون حاجة مميزة بالنسبة لك. تعالى كده دلوقتي نرن الابليكيشن مديول، لو جينا هنا على الامبدد، لو ضغطنا كده زي ما احنا شايفين اهو ده الام بي 4 اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ده الام بي لويس. طبعا هنا ده الـ E ديبت اللي هو الـ View Link اللي موجود، لو ضغطت عليه جايب لي فعلا ماستر ديتيل اهو زي ما احنا شايفين كده، شايف ماستر ديتيل موجود. اوكي، يبقى ده بمنتهى البساطة كده فكرة الـ View Link. يبقى الـ View Link عبارة عن ايه؟ الـ Relation، تمام. اوكي، اللي من خلالها بقدر اعمل الـ View Link اللي موجود. وطبعا ان شاء الله في سيشن هنتكلم فيه ازاي اعمل كل حاجة من دول خطوة بخطوة ستيب باي ستيب كده، نعملها يدوي مش بالويزرد اللي هي بتخلص لنا كل حاجة. وهنعرف بعض المعلومات برضك ان انت مش طبيعي او مش الحاجة البريفورمانس كويس ان انت يكون عندك كل الانستنس اللي موجوده دي. انت المفروض لا، دي تكون الحاجه اللي انت محتاجها بس هي اللي تكون موجوده، لان اوريدي كبريفورمانس وايز المفروض انت بيحصل عمليه انشيت اول ما الابلكيشن بتبتدي ترن لكل الفيو اوبجكت اللي موجوده جوه الابلكيشن مديول، تمام. فالطبيعي يعني كبريفورمانس تكون عندك الحاجه الانستنس بس من الحاجه اللي انت محتاجها مش كل الانستنس دي، تمام. وهنعرف ان شاء الله ازاي برضه اعمل ماستر ديتيل ديتيل، وهنشوف التفاصيل دي بالكامل ان شاء الله. نكمل السلايد. خلاص احنا كده عرفنا محتويات الاي دي اف بزنس كومبوننت، انتيتي فيو بنوعينه سواء اذا كان انتيتي بيز او ريد اونلي، وعرفنا ايه هو الابلكيشن فيديو. دي هنا الخطوات، ده الدايجرام. بعد كده بيقول لي تيست داتا موديل، وده الشكل طبعا اللي بيكونه لك الابلكيشن مديول، بيبقى بالشكل ده. عندك حاجه اسمها الابلكيشن مديول بيطلع عندي في الداتا كنترول،
على الشكل ده اللي فيه اوريدي كل الاتريبيوت، اللي بعد كده الاتريبيوت دي او الفيو ده نفسه او الداتا كنترول ده نفسه بتبتدي ترميه على الشاشة بتاعتك. طبعا ده اوريدي اهو حالا نشوفه. لو فتحنا الداتا كنترول هنلاقي الكانترز، لو فتحت الكانترز دي هتلاقي فيها كل الاتريبيوت الخاصة بالكانترز. ممكن تسحب اتريبيوت معين على الشاشة على بيج، وممكن طبعا تسحب الكانتري فيو بالكامل تسحبه على بيج معينة وتقدر ايه تشتغل عليه بمنتهى البساطة. ده بكده اوريدي شابتر 4 انتهى بالنسبة لنا. ان شاء الله الشابتر 5 نتكلم فيه ازاي بقى تقدر تعمل بيلد للابليكيشن بتاعك ستيب باي ستيب، تمام، من غير الويزرد اللي موجودة دي، ازاي تكريت انتيتي وبعد كده تعمل انت الاسوسيشن بايديك، وازاي تعمل الفيو وتعمل الاسوسيشن الفيو لينك بايديك، وازاي تبتدي تعمل انت الابلكيشن فيديو وبرضك تدخل فيه الانستنس اللي انت محتاجه. بكده نكون اوريدي الحمد لله خلصنا الشابتر ده. السلام عليكم ورحمة الله.